بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رجعنا ولله الحمد منا بالامس بدراسه متن العقيده الواسطيه للشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحضاني الدمشقي المعروف بشيخ الإسلام رحمه الله. ذكرنا أمور قبل الدراسة، منها فهرست هذا المتن المبارك المقدمة أدلة من الكتاب ثم الأدلة من السنة ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور شتى، ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين طريقة أهل السنة والجماعة العملية، ثم ختم بخاتمة على ما سيأتي بإذن الله تعالى. بدأنا بدراسة المقدمة، وذكرنا أن المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات، وأيضا ذكرنا أهمية هذا العلم وهو باب الأسماء والصفات. لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والذي يترك هذا الباب ولا يعني يفرد الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد فهو كافر أكبر، وهذه حالة حياة القلوب دخول الجنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن قلنا الذي يقول أن ما في الكتاب والسنة هناك أشياء لا يمكن الوصول إلى معناها، ومن هذه الأشياء الأسماء والصفات، آية الأسماء والصفات، يقول أن طريقة السلف لتفويض المعنى، قلنا هذا الكلام فيه تكذيب للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليدبروا آياته ولم يستثني شيء، وتجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم واستطالة للفلاسفة. يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا نرجع في معاني الآيات وأحاديث الأسماء والصفات إلى من؟ إلى متهوكين الحياة المجوس فلاسفة اليونان وغيرهم، هم الذين يشرحون لنا ما معنى. ومعنى هذا أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف معاني هذه الكلمات والأسماء والصفات، أو قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المعنى لكن كتب، أو يعرف المعنى لكن عبر ورأى من المصلحة أن يتكلم بغير الحق. سبحان الله، هؤلاء ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك قالوا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. بعد هذا ذكرنا ما يتعلق بالأدلة من القرآن، وذكرنا أن المؤلف رتب ذكر سورة الإخلاص لأنها تخلص بالله وتخلص قارئها من الشرك، والسورة قلنا مسورة بسورة، وهذه السورة ليس فيها قصص ولا أحكام، بل التوحيد لا تخلو منه آية كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى في صاد وياسين وطه مثلا. ما التوحيد في هذا؟ التوحيد أن هذا كلام الله. ولو قال قائل طيب ياسين وطه وكذا هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمور الله أعلم. الأول أنه لم يثبت هذا عن الصحابة، أحد من الصحابة رضي الله عليهم كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بياسين أو طه. ثم أن هذه من الحروف المقطعة أو أهل السور، و إذا قلنا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، إذا قلنا أن ياسين
طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم من هذا أن نقول ألف لام ميم صاد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لا يقول أحد، لكن أنا وجد طالب من شرق آسيا سألته ما اسمه، قال ألمس، ألف لام ميم صاد. نعم، فالأسماء في اللغة العربية كذلك لها معنى. ويا شيخ طه ليس لها معنى. لو قال قائل طيب هذا معنى أن في القرآن ما يمكن الوصول إلى معنى ياسين وطه وألف لام ميم صاد، نقول لا، اختلف العلماء في هذه الأحرف المقطعة. نعم، إذن من التشابه النسبي الذي يعرف بعض الناس دون بعض، وهذه من الحروف التي ركبت بها القرآن. والله سبحانه وتعالى تحدى كفار مكة أن يأتوا بآية، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، ما استطاع. الأمر الذي نريد أن ننبه عليه، نبهنا بالأمس على مسألة المجاز، وأنه لا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة، ونجعل القاعدة مضطردة، وأن القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد انقراض القرآن المفضل الثلاثة، وأن طاغوت الفلاسفة، وأن يفتح باب شر على الناس وتلاعب، وأن الإنسان إذا أنكر المجاز لا يلحقه شيء، لكن إذا أنكر شيء من الأسماء والصفات ضل عن الطريق المستقيم، وغير هذا مما ذكرناه بالأمس. يبقى معنا كذلك يتعلق باللغة العربية، لا يمكن أننا من أجل أن ندافع عن اللغة العربية نتعدى على ما؟ على الكتاب والسنة. اللغة العربية قبل نزول القرآن هل كان لها شأن؟ لا، عرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتناحروا فيما بينهم كذا، ليس لهم شيء، لا حضارة ولا ثقافة ولا غيره. رفعت اللغة العربية لأن القرآن نزل بهذه اللغة. وتجد بعض الناس هدانا الله إياه يعني لا يعرف شيء حتى في اللغة، ويبدأ يتكلم ويأتي بأشياء كما يذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يتكلم بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال واحد من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في القرآن ما ليس بعربي؟ لا والله، هؤلاء كفار. لكن يأتيك اليوم وبعض الناس يقول في القرآن ما ليس بعربي، تقول مثل لي، يقول مثلا إبراهيم إسحاق. يا أخي هذا والله من الجهل. الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات، وذكرنا لكم هذا أن من الإلحاد في أسماء الله أن معنى الاسم، يعني يأتي الآن هذا بلغته يشرح معنى الرحمن، يقول الرحمن بلغته ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواسعة، يصح الحكيم بمعنى الحكم والحكمة بلغته يتكلم هذا يصح، لكن يسمي الله ينادي الله يقول يا خداي ما يصح. هؤلاء الذين يعني يتظاهروا بشيء الحضارة وكذا، يقول مثلا أوه ماي جاد، قال ليس من أسماء الله، هذا إلحاد في أسماء الله. فالأسماء تحكى كما هي في كل اللغات. ثم هذه يعني مثلا قسورة وكذا، هذه صارت بالاستعمال عربية. أحيانا يقول هذا على خلاف الأفصح، ما يمكن يقال هذا في الكتاب والسنة، صحيح؟ يقول خلاف الأفصح. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر في حروف الجر والله أعلم ثلاثة، حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد، هذه حروف الجر. هل يمكن أن نقول في القرآن شيء زائد؟ ما نستطيع. ما قال هذا كفار مكة. فجاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ووفق الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، وقال مثلا
في حروف الجر الزائدة عندما يأتي إلى حرف جر زائد ماذا يقول عنه إذا جاء في القرآن؟ يقول هذا زائد 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 من حيث الإعراب وزائد لتوكيد المعنى حتى لا يقول أحد أن هناك في القرآن شيء زائد ولا نحتاج إلى هذا ولا بد من حذفه. يقول زائد من حيث الإعراب وزائد لتوكيد المعنى. فهذا أمر مهم جدا أنه لا بد أن يعرف. ذكر الأدلة بعد أن ذكر سورة الإخلاص ذكر آية الكرسي ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيات فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى الواجب لا يقبل. إذا أردت أن تكون على طريقة السلف في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات تكون على ما قال الإمام مالك إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة، تسير على هذه الطريقة في كل الصفات. يوم يكشف عن ساق تقول نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت لنفسه، إثبات عينين ويدين والرحمة وغير هذا. تقول ولذلك نقول في كل صفة الآن من الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى، نثبت لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين حقيقيتين حتى ننفي المجاز. تليق بجلالة عظمته تنزيه، إثبات مع تنزيه لابد، إثبات وتنزيه. المعاني معلومة، نقول نعلم معنى اليدين ونؤمن أن لله كيفية تليق بجلالة عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. القول السديد، لو قال لك قائل ما هو القول السديد في من سأل عن كيفية صفات الله، تقول القول السديد هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، استواء معلوم والكيف مجهول، معلوم المعنى والكيف مجهول يعني نجهل كيفية نثبت لا كيفية، لكن هذا لا نعلمه لأن لم نر الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل، والإيمان به واجب نثبت والسؤال عنه بدعة. إثبات تنزيه معاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة، تسير على هذه الطريقة فأنت على طريقة السلف. ولذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله وغيره من الأئمة يقول عندنا ثلاث آيات، الآية الأولى هو السميع البصير إثبات، الآية الثانية تنزيه ليس كمثل شيء هو يعد هكذا، الآية الثالثة ولا يحيطون به علم إثبات وهو السميع البصير تنزيه ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. نقول أن المعاني معلومة ونؤمن أن لا كيفية تلقى جلالة عظمة، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة وانتهى الأمر. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بعد هذا وصلنا إلى نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على تبارك قلنا إما أن تعود على الله سبحانه وتعالى أي تعالى وتعاظم أو تعود على اسم الله تبارك اسم ربك. إذا عاد على اسم الله يعني كل شيء يذكر على اسم الله تحل في البركة، تسمع الذبيحة تكون حلال، تنسى التسميع حرام، تسمي على الطعام والشراب تحل فيه البركة ولا يأكل معك الشيطان، تسمي عند الجماع، تسمي عند دخول المنزل. تبارك الذي نزل، نزل فيها فوائد أن القرآن منزل لا مخلوق وأنه كلام الله وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. الذي نزل الفرقان، القرآن له أسماء منها أنه فرقان أي يفرق بين الحق والباطل، ولهذا قيل أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق، لأنه عليه الصلاة والسلام يفرق بين الحق والباطل، ولا بد يكون هذا حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أن يفرق بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على
عبده. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة تشمل كل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، عبودية قهر أي تحت قهره وتصرفه، لا أحد يستطيع أن يخرج أي هكذا جيد. نعم خليكم هنا عن ملك الله. الثانية عبودية خاصة بمن؟ بالمؤمنين وعباد الرحمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل الخلق لا، الذين استجابوا لله والرسول. عبودية طاعة. تعالون عبودية طاعة. من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا خشب كثيرا. عبودية عامة، عبودية خاصة وعباد الرحمن، عبودية خاصة الخاصة. أعلى مقامات العبودية عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قاموا بكل عبادة أمرهم الله بها، وأكمل عبادة هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة: سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، واذكر عبادا إنه كان عبدا شكورا، أي عبودية خاصة الخاصة، خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يشارككم في أحد. أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لماذا؟ قال ليكون للعالمين. هذا فيه عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين، وأن كل من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام، كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر، كائنا من كان، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ما إلى ذلك. ولا يمكن أحد أن يتخلف عن شريعته عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو كافر كفر أكبر. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذا من شك في كفر اليهود والنصارى الذين في زمن عليه الصلاة والسلام بلغتهم الدعوة، والذين في زمن اليوم، فهذا كافر. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، يعني باطل، من الذين أوتوا الكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعة كانت قبل، ليكون للعالمين. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس، ليكون للعالمين نذيرا. نعم. الذي له، أخذنا بالأمس تقديم من حق التأخير يدل على الحصر: إياك نعبد وإياك نستعين ولله ما في السماوات وما في الأرض. تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. له لا لغيره. هل لأحد ملك مع الله؟ لا. شرك، عون، شفاعة، قلنا هذه الآية هي التي قال عنها ابن القيم رحمه الله أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب مع حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم. قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ. من حكاية موقف واحد من هنا واحد من هنا واحد. يا رجل ماذا تصنع بهم؟ قلنا لا تعطيهم طعام، لا تكثر عليهم الطعام ولا في الشراب. نعم.
صحيح أخواننا، أنا أريد أسأل سؤال. الصحابة رضي الله عنهم قلنا لكم خرجوا إلى الجهاد وأمر عليهم أمير وأعطاهم جراب من تمر، جراب تمر، هذا أصنع جراب. فقال لهم الرب، قال ماذا كان يصنع بالجراب؟ قال يعطي المجاهد في يوم كامل يمشي، أحيانا يمشي في اليوم 40 كيلو. نعم. قال يعطينا تمرة. قال وما تغني عنكم التمرة؟ قال والله لم نعلم قيمة هذه التمرة إلا بعد أن فقدناها. يضعها في فيه واشرب عليه الماء حتى يعني يشعر أن الماء في شيء، يعني الشراب كان. فقد التمرة ثم رزقهم الله سبحانه وتعالى هذا الحوت العنبر. لو تنظر في حال الصحابة رضي الله عليهم، سبحان الله، قوم عمود انت من العمود، حال الصحابة السبب في القوة توحيد الله، لأنه ما كان عندهم ذاك الطعام ولا ذاك الشراب. صحيح؟ نعم. لكن كانوا يأتوا أحيانا، وإذا أرادوا أن يعدوا عدد المسلمين يعدوا خالد بألف، علي بألف، حمزة بألف، خالد أبو عبيدة بألف، رجال صدقوا مع عهد الله عليه، لا طعام لا شراب. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، في القديم كان الناس يموتوا من الجوع، اليوم الناس يموتوا من الشبع. ما تسمع أحد أنه مات من الجوع، يموت من الشبع. قوة من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقال الله أعلم. عندما بدأت المعركة انطلق الزبير رضي الله عنه كالسهم، الجيش صفوف عدد كبير جدا، وهذا يدخل كالسهم. قالوا لا يمكن أن يكون هذا مقاتل، افسحوا له الطريق لعله رسول. فتحوا له الطريق، شق الصفوف، دخل القائد، قضى عليه ورجع. سلم بن الأكوع في صحيح البخاري، جاء جيش إلى المدينة وأخذوا وقت الناس في غفلة، أخذوا الأموال وأخذوا شيء من الإبل وكذا وفروا. رآهم سلم بن الأكوع رجل واحد رضي الله عنه، فصاح في الناس أن يدركوني، وركب على فرس وأخذ يلحق بهؤلاء. نظر سلمة أنه لو بقي على الفرس لم يدرك هؤلاء، ماذا صنع؟ نزل من على الفرس أسرع من الفرس، يعني ممكن 40 كيلو مثل في الساعة. نعم. أدركهم وأخذ كل ما أخذوا. رجل واحد يقاتل جيش، وكان يرميهم ويقول خذها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال اليوم نعرف من فطمة أمه، يقول كأنكم صغار ما زلتم في الرضاعة، وأنا فطمة أمي من قديم. نعم. طيب، قال ولم يتخذ ولدا. في الوالد والولد والزوجة، لأن الولد في الغالب يشبه الأب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وفي الغالب أن الأب يحتاج الولد إذا كبر، والله سبحانه وتعالى غني. إذا نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد لكمال غناه وأحديته وصمديته. نعم. وأنه لا مثل له. نعم. ولم يكن له شريك في الملك لكمال غناه سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته. نعم. وخلق كل شيء. الله خالق كل شيء. نعم. فقدره تقديره. نعم. وقوله ما اتخذ الله من ولد لكمال غناه سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته. نعم.
وما كان معه من إله لكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم، ثم هذه الآية فيها دليل عقلي ودليل نقلي. العقل الصحيح السليم الباقع على الفطرة لا يمكن أن يخالف النقل، وإذا وجدت عقل مخالف النقل فهذا لا شك في بطلان هذا العقل. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل. ما يمكن أن يأتي عاقل وخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا حكمنا عليه بالجنون. إذن ذهب كل إله بما خلق. الآن ما ترى في ملوك الدنيا أن كل ملك يريد أن يسيطر على الملك الآخر، إن استطاع أن يسيطر فالغالب هو الملك، وإن لم يستطع فلا يصلح أن يكون هذا ملك ولا هذا يكون ملك. ذهب كل إله بما خلق. هذا الانتظام البديع في الكون يدل أن العالم خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم. ولا على بعضهم على بعض. نعم. سبحان الله، تنزيه الله عن الشرك، عن المسبة التي يأتي بها أهل الكفر. نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم ما يجب في حقه من الأسماء والصفات، ولهذا كان أشرف ما في القرآن هذا الباب، باب الأسماء والصفات. إن الله يعلم ما يجب في حقه وأنتم لا تعلمون. نعم. إنما حرم ربي الفواحش. هذه الآية فيها المحرمات الخمس، وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها كل الشرائع. قل إنما حرم ربي الفواحش. فواحش، إما فواحش ظاهرة أو فواحش باطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. هل يوجد بغي بحق؟ يعني هل يوجد بغي بحق؟ هذا يسمي العلماء صفة كاشفة تكشف لك البغي أنه بغير حق. وسيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الرسالة في الآداب والأخلاق، يقول والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق. أراد أن أبين أن هذه صفة كاشفة. الثاني، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هل يوجد شرك؟ لا. هذه صفة كاشف تكشف لك البغي وتكشف لك أن الشرك ليس عليه دليل. الخامس، أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم أعظم هذه المحرمات الخمس. وأعظم قول على الله القول على الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أمر خطير جدا. إذن الشاهد هنا في هذه الآية أن هذه الآية فيها المحرمات الخمس، بدأ بالأخف وانتهى بالأثقل. وأعظم المحرمات القول على الله بغير علم، وبخاصة في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم بالمعنى، استوى على واستقر وارتفع وصعد، هذا المعنى. نعرف المعنى ونؤمن لا كيفية تلق بجلالة عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. أراد المؤلف الآن من هنا ويأتي بأدلة كثيرة، أراد أراد أن يبين أي صفة من صفات الله. صفة العلو، العلو في الذات والعلو في الصفات. كل من كتب في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، وألف، لا بد أن يذكر هذه الصفة، لا بد. بل
الذهبي رحمه الله ألف كتابا في صفة العلو. لماذا؟ لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت كل الصفات. كيف؟ علو في الذات وعلو في الصفات. كل من انتسب، اسمع إلى هذه المسألة، كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت العلو لله سبحانه وتعالى في الصفات، صح خطأ مرة أخرى. كل من انتسب إلى الإسلام، جهمية وكذا، قلنا أخرجهم بعض علماء من 72 فرقة، والأشاعرة والماتريدية ومعتزلة وكذا، كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله العلو في الصفات، صح خطأ؟ نعم. جهمية ينكر كل الصفات يا رجل. في أحد عنده كلام غير هذا؟ هذا أقول هذا القاعدة الصحيحة، أن كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله العلو في الصفات. أقول صح. في أحد يخالف؟ في أحد يوافق؟ سبحان الله. نعم توافقه؟ كيف والجهمية أنكر كل الصفات؟ نحن نقول كل من انتسب إلى الإسلام بحق لا، كل من انتسب إلى الإسلام انتسب. نعم صح خطأ؟ صح. صح اجلس فتح الله عليك. صح صح. كيف الجهمية كما قال الشيخ، الجهمية اعتقدوا علو الله في الصفات وقالوا ما يمكن أننا نثبت الصفات لأنه أثبتناها مثلنا بخلقه، لذلك ننكر الصفات لأنهم أولا اعتقدوا علو الله في الصفات. الممثلة قالوا ما يمكن أن يكون كمال إلا بمماثلة الخالق الكامل بالمخلوق الناقص سبحان الله، لاعتقادهم علو الله سبحانه وتعالى في الصفات. إذا اتفقوا على قاعدة لكن اختلفوا في التطبيق، مفهوم؟ طيب العلو في الذات تقدم معنا كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطر. كتاب تنوع أدلة الكتاب وسوف يأتيك بغالب الأدلة ويشير إليها إشارة، الاستواء والعلو وصعود الأشياء ونزولها منه والفوقية، تنوع أدلة الكتاب إثبات العلو. ولا يكتفي بهذا، يأتي في أدلة السنة يذكر السنة القولية والفعلية والتقريرية، بل السنة المتواترة في إثبات العلو لله. لماذا يركز العلماء على صفة العلو؟ وقال الكتب التي ألفت في باب الأسماء والصفات يذكر هذه الصفة، لأنه بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى تثبت العلو في الذات والعلو في الصفات، وبهذا تثبت كل الصفات. قال تعين الاستواء، استواء معلوم والكيف مجهول من لا كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. الاستواء معلوم المعنى. طيب كيف نرد على من قال استوى استولى مخالف لظاهر النص واجماع السلف وليس عليه دليل، وان هذا لا يوجد في اللغه اصلا وقالوا كافر، وكيف ناخذ الشريعه من كافر؟ الخامس انه لو كان استوى بمعنى استولى هذا معناه ان لله مغالب. السادس أنه لو يصح أن نقول استوى معنى استولى، يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى استولى على البحار والأشجار والأنهار. بهذا يزول الإشكال ولله الحمد. الرحمن على العرش استوى، استواء حقيقي لخجلة عظمته، لكن لابد يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، هذا يقول شيخ الإسلام سيأتي
بإذن الله. لا يظن أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العرش أو إلى الكرسي أو إلى شيء من مخلوقاته أو أن المخلوق يحط بالخالق أبدا. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. مفهوم؟ مرة أخرى نقول أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يليق بجلالة عظمته لا مثل استواء المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب، مثل أن يظن أن المخلوقات تحيط بالخالق أو أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. مفهوم؟ نعم، كل المخلوقات مفتقر إلى الله. نعم. قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وفي سورة يونس إن رب قوله إن ربكم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سورة يونس قوله لا حول ولا قوة. نعم. هذا هو التزام بالمتن، ما خرجت عن المتن. نعم. وفي سورة يونس عليه السلام قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها. إما أن ليس لها أعمدة كما نراها، هذا هو الراجح. القول الثاني أن لها أعمدة لكن لا نراها، لكن الأول أرجح أن الله يمسك السماوات. نعم. وفي سورة طه قوله هو الرحمن على العرش استوى. نعم. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وفي نعم. سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلقكم الله نعم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفي الآن ينوع بين الأدلة استواء صعود الأشياء يا عيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفي. الوفاة هنا ثلاث أقوال فيها تعيد علينا إن شاء الله. وفاة حقيقية موت، كيف؟ الواو لا يلزم منها الترتيب. اسمع، يقول هذا صمت الأحد والسبت، يصح؟ يصح أن يقول هذا؟ يصح، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. إني متوفيك ورافع، يعني يرفع ثم ينزل في آخر الزمن ويموت في هذه الأرض، معلوم هذا لا إشكال فيه. طيب الثاني متوفيك يعني قابض، وهذا لا إشكال فيه، قبض ثم رفع على السماء. متوفيك وفى أي نوم، الله يتوفى الأنفس حين نوم، ولا إشكال، يصح. إذن كم قول عندنا؟ بقي معنا قول أنه مات أو قتلوه وصلبوه. من يقول هذا كافر كفر أكبر، لقد كفر الذين قالوا لا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، مخالف عليه نص للقرآن. إذن عندنا أقوال أهل السنة في هذه الآية ثلاثة والله أعلم. الأول أنه وفاة حقيقية، لكن متى؟ بعد أن ينزل في آخر الزمن، وهذا معتقد كل مسلم ولا إشكال فيه أصلا، والواو لا يلزم منها الترتيب، وفاة يعني نوم أو وفاة قبر ولا إشكال.
لماذا أورد المؤلف يا عيسى أني متوفيك للصلاة والسلام؟ على ما الدليل فيها؟ ما الشاهد؟ اقرأ الآية يا عيسى أني متوفيك ورافعك إلي. أين الصفات هنا؟ أو الأسماء؟ الله يفتح عليك، هذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قلنا تنوعت أدلة القرآن في إثبات العلو، تارة ذكر العلو والفوقية والصعود الأشياء ونزولها منه والاستواء، فتح الله عليه. طيب لماذا ينوع في الأدلة؟ أتى بالاستواء والفوقية والعلو كذا، لماذا؟ ألا يكفي دليل واحد؟ يكفي؟ لا، ما يكفي، لأنك تحارب أهل الباطل. هذا الأخ اللي بجانبك أخذ منك 10,000 ليرة تركي، قلت أعطني حقي، قال والله ما عندي شيء، ما لك عندي شيء، تكي هذا ما تفهمها أنت نافذ، وهو ما موصولة، وحلف بالله. وجدت 20 شاهد، تأخذهم معك أو تكتفي بشاهدين؟ والله لو تستطيع أنك تأتي بالكرة الأرضية وتقيم الحجة عليه، تقيم الحجة عليه، فما بالك في باب أسماء الصفات؟ نعم، أجمع كل الأدلة ورد عن مخالف تقضي عليه، مفهوم يا أخي؟ ولهذا شيخ الإسلام في هذه الأبواب أكثر من الأدلة، أين؟ في العلو وفي صفة الكلام. لم يكتفي صفة الكلام إثبات الكلام لله من الكتب كلام الله، أضاف أن القرآن كلام الله، مع أنه يكفي كلام الأدلة، لكن حتى يقطع الحجة على المنازع، مفهوم يا أخي؟ نعم، اجلس، فتح الله عليك. طيب، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، الرفع، نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نعم كذلك. يا هامان ابن لي صرحا، قلنا فرعون لم يتأول وقال العلو بمعنى كذا وكذا، لأن ما تقدم معنا عقيدة الأسماء والصفات لا يدخلها النسب، وكل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم فهذا حق، لكن لا بد أن يثبت من شرعنا. موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن الله سبحانه وتعالى في العلو، لم يتأول النصوص، وتأول بعض من يدعي الإسلام، من ينتسب للإسلام. نعم، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. نعم، لم يتأول، أنكر، نعم، كاذب، أكبر، أكبر، نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في، في هنا مكان على، والحروف يأتي بعضها مكان بعض، مثل ما قرأ علينا الشيخ جزاه الله خير، عينا يشرب منها، منها عينا يشرب بها، الباء هنا مكان من، نعم صحيح يا أخي، أي نعم. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا غيرها، أو هنا مكان و، يعني وأشد، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يشك في عدد هؤلاء، يعني ويزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني وأدنى، فالحروف يأتي بعضها مكان بعض، الحرف يكون مشغول فيرسل آخر، مفهوم؟ نعم، هذا في اللغة. في هنا مكان على، أو أن السماء بمعنى العلو، أنزل من السماء أي من العلو،
نعم. إذا في بمعنى على لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. ارحموا من في الأرض أي على الأرض. فسيروا في الأرض أي داخل الأرض، لا على الأرض. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض. ماذا يدخل في الأرض؟ يدخل في الأرض بعض الدجاج وكذا، بعض الحيوانات، بعض المخلوقات، ويدخل الأموات والكنوز. نعم. وما يخرج منها. يخرج منها والموتى يبعثهم الله. منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك الكنوز، وكذلك يدخل الماء ويخرج منها. نعم. وما ينزل من السماء. ينزل من السماء. وما يعرض فيه. الملائكة والأمر، وكذلك الأرواح تصعد وتنزل وتفتح وتغلق لها باب السماء. نعم. وهو مع واحدة واحدة يا شيخ. وما يعرض فيها. وما ينزل من السماء. أيوة. وما يعرض فيها. يعرج إليها، مو فيها، يعرج إليها. إلى في هنا مكان إلى، هذا قول، أو تضمن فعل مناسب للحرف، يعرج فيدخل فيها، مثل عينا يشرب فيروى بها. هذا أولى من أن تقول الحرف مكان حرف، هذا إن فهم الحمد لله. نعم. بعد هذا وهو معكم أينما، وهو معكم. بعض الناس يخاف أن أنه إذا ذكر العلو أن يذكر المعين. شيخ الإسلام ذكر هنا العلو والمعين في الآيات من القرآن وفي الآيات من السنة كذلك، ثم عند بيان مجمل اعتقاد أهل السنة جمع، وسيأتي معنا بإذن الله. ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعين؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى معين حقيقي تلق بشرات عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن لابد أن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. والمعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. عامة تشمل كل مخلوق، والخاصة إما أن تكون خاصة بشخص أو خاصة بوصف. خاصة بشخص، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معك. خاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثمرة الإيمان بالمعية قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. إثبات المعية، أهل السنة يثبتون المعية ومقتضاها نصر وتأييد وإحاطة وقدرة، مفهوم؟ مرة أخرى، ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعية؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظن الكاذب، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. والمعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. الخاصة إما بشخص، إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، وخاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا. ثمرة الإيمان بالمعية العامة توجب الخوف والمراقبة، وثمرة الإيمان بالمعية الخاصة أن تأتي بهذه الأمور التي تستوجب معية الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله معك لا تبالي بأحد في دين الله. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يقول هذه الآية، يعني هو في الشرح يذكر أن هذه المعية هنا تصلح معية خاصة بشخص وخاصة
بوصف. كل من كان مع الله فلا يحزن. مفهوم؟ نعم. قال تعيد المعية نثبتها لله ونثبت مقتضاها نصر وتأييد وقدرة وإحاطة وعلم وغير هذا. نعم. قال نعم. نعم تعيد. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يخرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جمع الله بين العلو والمعية لا بد أن نجمع الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. نعم. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام كيفية الرد على هؤلاء. الرد أولا نقول أن الله سبحانه وتعالى جمع لا بد أن نجمع. الثاني أن الله ليس كمثل شيء. لو كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا يمكن أن يكون ممتنعا بالنسبة للخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وهذا ليس ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق. تقول ما زلنا نسير، والقمر هو من أصغر مخلوقات الله وموضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر. نعم. هذا الأخ يقول زوجتي معي. كيف معي وهي في ذاك البلاد وهو هنا؟ يصح. ما معنى المعية هنا؟ أنها في ذمتي لم يطلقها. نعم. قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الآن لماذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولم تكن الآية رابع أربعة، ثالث ثلاثة، ثاني اثنين؟ لماذا؟ لمباينة الخالق للمخلوق. اسمع معي. ثانية اثنين، نبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه كلاهما بشر، إذا لابد أن يأتي بنفس العدد لا يزيد عليه. مفهوم؟ نعم. يقول ثالث ثلاثة كلهم بشر، لكن إذا كان من غير الجنس سيقول أن ثلاثة رابعهم، لا بد يأتي بعدد زائد لأن هذا ليس من جنسهم. وكذلك هنا عندما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لماذا؟ لأن هذا فيه مباينة الخالق للمخلوق، يأتي بعدد زائد، وإذا كان من نفس الجنس يأتي بنفس العدد، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. نعم. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم. سيأتي معنا أن بعض أهل السنة والجماعة يثبت المعية ويقول أن مقتضى المعية العلم، والبعض الآخر يثبت المعية يقول أن مقتضى المعية جميع معاني الربوبية، علم وقدرة وإحاطة ونصر وتمكين وغيره، وهذا الذي يرى شيخ الإسلام أي الثاني جميع معاني الربوبية. سيأتي بإذن الله. نعم. لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة بشخص وتصلح أن تكون خاصة بوصف على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما خاصة بالشخص، نصر وتأييد، إذن إثبات المعية ومقتضاء. انتبه بالأمس، تثبت المعية وتثبت مقتضى المعية، تثبت الرضا ومقتضى الرضا، الغضب ومقتضى الغضب. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم. هذه معية خاصة بوصف، تتقي الله وتعلم أنك بالتقوى تنال معية الله. معية خاصة بوصف. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الآمر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه. نعم. واصبروا إن الله مع الصابرين. أحسن. نعم. والله الانتكاء هذا مشكلة يا إخوان. نعم.
واصبروا تصبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعن أقدار الله. وتتذكر أنك بالصبر، لأن الصبر واجب يجمع الأمة، تنال معية الله سبحانه وتعالى خاصة بوصفه الصبر. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والله مع الصابرين. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. عيد الآية. وكم من فئة قليلة. الله. نعم. كم من فئة قليلة. كم من فئة كثيرة. نعم. بإذن الله والله مع الصابرين. نعم هكذا. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وهذا تقدم معنا في عناصر الدلالة والإفهام، علم وصدق وبيان وفصاحة، تعال، وإرادة الهداية، تعال من تعال. ترخي هذا ولا أرى عينه. نعم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. الآن بدأ المؤلف بإيراد الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وأطال، لا يمكن أن يطيل إلا لسبب. هذا الباب كثر فيه المخالفين لأهل السنة والجماعة، فكان هذا سبب، لأن شيخ الإسلام يكثر من الأدلة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله كلام حقيقي أليق بجلالة عظمته، لا مثل كلام المخلوقين. وقولوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام له صوت ومسموع وحروف، يتكلم متى شاء، بما شاء، مع من شاء، كيف ما شاء. كلام حقيقي أليق بجلالة عظمته، لا مثل كلام المخلوقين. كيف يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص؟ أدلة إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى إجمالا الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم، العقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لا بد يثبت لله كل صفة كمال وينفي عن كل صفة نقص وعيب. ثم أن المؤلف لم يكتفي بهذا، أطال في إثبات صفة الكلام لله، ثم أورد الأدلة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ، أي هو الذي ابتدأ وتكلم به، وإليه يعود، أي إليه يعود وصفا، لأنه هو الذي تكلم به. والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، أو إليه يعود قبلا، ويصح الجمع. طيب، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، وتمت كلمة ربك صدقا. اصبر يا أخي، واحدة واحدة. أقوى الأدلة، لو قال لك قائل أريد أن تلخص لي الأدلة، أريد أقوى الأدلة على إثبات صدق الكلام لله سبحانه، من يذكر لي أقوى الأدلة؟ أقوى الأدلة تقدم معنا في السنة. أين؟ أوقف. قول أعوذ بكلمات الله التامة، هذا من أقوى الأدلة في السنة. لماذا؟ لأن كل من يقول أنه كلام الله مخلوق، اسأل ماذا تقول إذا نزلت منزل، يقول أقول أعوذ، تسأل، أعوذ بكلمات الله، تسأل. الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يقول أكبر. إذا أثبت أن القرآن صفة من صفات الله، بصح الاستعاذة بالله وبأسماء وصفاته، فأنت موحد ومثبت صفة الكلام لله. وإذا تقول أن كلام الله مخلوق، فأنت مشرك شرك أكبر. صح؟ هذا أقوى من أقوى الأدلة، فتح الله عليك. غير هذا، أقوى الأدلة. ألا له الخلق والأمر، غاير بين المخلوقات والأوامر. ونسأل هذا، نقول طيب، تقول القرآن مخلوق؟ يقول نعم. نقول إذا ما في أمر،
يقول كيف؟ ما في أرض. الآن الشمس، القمر، الأرض مخلوقة؟ قل نعم لا شك مخلوق. تأخذ منها أم؟ لا. تقول إذن هي كالقرآن وانتهى الأمر، صح أم لا؟ صحيح. أبطل الباطل هذا، لكن عنده لابد من إقناع. طيب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام أضافه لمن قال مبتدئ، لمن قاله مبلغ مؤدي. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أمر، ولن يقول أن القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق، إذن لا أوامر. مفهوم؟ طيب، وتمت كلمة ربي وتمت عدلا. أوقف، لا أمام يا عتا. تراهم خشية الضيفان خرسا يصلون الصلاة بلا أذان. تعرف من هم؟ من هم؟ أوقف. تراهم خشية الضيفان خرسا يصلون الصلاة بلا أذان. من هم؟ ما تعرف؟ من يا شيخ نذير؟ بخلاء. تتخبى ما ينفع. ذكرنا فيما تقدم أن القرآن يوصف بأنه محكم، كل ما في القرآن محكم، وقلنا الإحكام يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا، أي في الأخبار لا كذب، وعدلا أي في الأحكام لا جو ولا ظلم. وصف بأنه كلام ومسموع حتى يسمع كلام الله. طيب، قال ربك، صحيح، وكلمه ربه، وغير هذا من الأدلة. نعم، أجلس. وقوله وكلم الله، وقلنا أنه بعض أهل الباطل نسأل الله السلامة والعافية حرف هذه الآية وكلم الله. قال رد عليه الآخر وقال ما تقول في قوله وكلمه ربه؟ لم يحل الجواب. نعم. منهم من كلم الله، منهم أي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من كلم الله، والكلام لا يكون إلا بالصوت وحروف ومسموع. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا، إذن الكلام يكون بمشيئة الله، وكلمه ربه. نعم. النداء ما يكون إلا بصوت وحروف مسموع، والنداء للبعيد والمناجاة للقريب، هذه كلها أدلة يريدها المؤلف الآن سوا. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نعم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. نعم. وسمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ويوم يقول بعض العلماء، هذا مهم جدا، لو لم يأتي في القرآن ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام ما استطعنا أن نتكلم بكلمة واحدة. نبي من أنبياء الله، أبو البشر، ما نستطيع أن نتكلم كلمة واحدة. كنا الآن نستطيع أن نتكلم بشيء في الصحابة رضوان، أنبياء ورسل باب أولى. نعم. قال وقوله ويوم يناديهم، النداء يكون بصوت وحروف ومسموع، والنداء للبعيد يتثاور. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. ما معنى لا عدوى؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها، مع إثبات كون العدوى سبب الانتقال المرض بإذن الله، صحيح أم لا؟ لا عدوى أي لا، لأن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدوا أن العدوى هي المؤثرة بذاتها، مع إثبات كون العدوى
سبب الانتقال الى الورق باذن الله صح؟ ها؟ صحيح نعم نعم. من قاطع الطريق كان؟ فضيل؟ فضيل بن عياض. فضيل بن عياض. لا هذا اسمه شرى. هذا في منطقة معروفة عندهم إذا ساروا فيها يأتي هذا اللص قاطع الطريق وأقطع عليهم. وهو يمشي على البعير أخذ البعير يتثاوب. فقال قد رماك الله بشرى لأنه تنتقل العدوى بإذن الله يتثاوب البعير ثم يتثاوب ينام يقضي عليه. مجرد أن قال له هذا الكلام خرج له هذا شرى قال ها أنا لك. نعم خليك نعم قال وقوله ويوم يناديهم ويوم يناديهم لابد أن تجيب عن هذا السؤال تسأل يوم القيامة لابد ويوم يناديهم فيقول ما فيقول هذا في إثبات صفة الكلام لله لأن القول يكون بالصوت وحروف مسموع ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين سائلك الله يوم القيامة هل النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده تقول بلى نعم الله أدى ونصح وجاهد ولم يكتم شيء سألك الله ماذا صنعت فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت هل عملت هل دعوت هل سبقت لابد أن تجيب عن هذا السؤال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الشاهد هنا عند المؤلف فيقول نعم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يعني إلى أن يسمع كلام الله والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا نعم حتى يسمع كلام الله والكلام ما يكون إلا بالصوت وحروف مسموع نعم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون نعم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل نعم قال الله يعني نهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهؤلاء بالخروج للجهاد في سبيل الله أي مع النبي عليه الصلاة والسلام نعم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك هذا الآن هو دخل المؤلف في سرد الأدلة من القرآن أدلة على أن القرآن كلام الله لم يكتفي بالأول وهذا تجد في عقائد أهل السنة والجماعة يعني مثلا عندما تأتي في دراسة العقيدة الطحاوية تجد أن الطحاوي رحمه الله يركز على مسائل لماذا؟ لأن هذه المسائل تكون يعني في زمن فلا بد أن يدحض حجة من يقول بهذا القول فتجد هذا كثير في العقيدة الآن شيخ الإسلام أطال في هذا الباب لأن هذا الأمر كان زمن شيخ الإسلام فلا بد أن يكثر من الأدلة حتى يقضي عليه نعم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته كلماته كلام بصوت ومسموع وحروف نعم وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون والقصص ما يكون إلا بصوت وحروف ومسموع نعم وهذا كتاب أنزلناه مبارك هذا كتاب أي مكتوب أنزلناه منزل غير مخلوق كلام الله وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى أنزلناه مبارك القرآن بارك قراءة القرآن بارك والتداوي به بارك والتدبر بارك والعمل بارك نعم قال ليتدبروا آياته نعم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نعم خاشعا متصدعا من خشية الله فالجمادات وإن كانت جمادات فهي تسبح الله سبحانه وتعالى نعم هذا حقيقة خاشعا متصدعا كيف الله أعلم آمنا وصدقنا وسلمنا ليس لك أن تقول مجاز وكذا نعم
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل أفعاله قالوا إنما أنت مفتر. وإذا بدلنا أي نسخ ناسخ المنسوخ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون أن الكاذب ما يمكن أن يأتيك بقصة بالأمس ثم يأتي بخلاف هذه القصة في اليوم الثاني. لابد أن يأتي بنفس القصة التي كذب بها في البارحة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول هذا الحكم منسوخ، هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأن الكاذب لا يغيب الكلام الذي تقدم، بل أكثرهم لا يعلم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد الآية قل نزله روح القدس وهو جبريل الأمين. أمين ويقول عنه الرافض خان الأمين. سبحان الله، أمين وخان يجتمع، إما خيانة أو أمانة. قل من كان عدو لجبريل خان الأمين فصدها عن حيدر. حيدر لقب لعلي رضي الله عنه. نعم طيب قل نزله، هذا فيه أن القرآن منزل المخلوق، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وإثبات أن القرآن كلام الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. في قاعدة عندنا في باب الأسماء والصفات أن الإنسان إذا أشكل عليه أشكل عليك دليل من أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، ماذا تصنع؟ تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد الله. النتيجة يهدك الله، آمن الخلاصة تهتدي، بخلاف أهل الباطل يعتقد ثم يؤمن. أنت ماذا تقول؟ تقول آمنت وصدقت وسلمت، النتيجة يهدك الله. خلاصة عندنا، هذه قاعدة ملخصة. آمن تهتدي، آمنت بالله بما جعل الله على مراد الله، آمنت برسول الله بما جعل رسول الله على مراد رسول الله، النتيجة يهدك الله. نعم قال اقرأ ونزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل نصراني في نجد يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قلنا ما أحد يتكلم على ما في القرآن يقول مخالف للغة خلاف الأفصح كلمات غير عربية، هذا لم يقل به الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحان الله، أين الأسماء والصفات هنا يا رجل؟ سبحان الله، لماذا جاء بهذا الآية؟ هذا لعله خطأ بعض النسخ، هذه النسخة لعله فيها شيء. نعم رؤية المؤمن لربه، أين الصفة؟ هذا ليس في الصفات. سبحان إثبات الوجه لله تقدم، لماذا يكرر؟ وجود الله ينكر وجود الله كافر. يا أخي خطأ بعض النسخ وارتاح، مش عليك أنت، ما يخطئ النسخ، ما قلنا شيخ الإسلام حتى لا تزعل. يا أخي رؤية المؤمنين لربهم هذا من الإيمان باليوم الآخر، صح أم لا؟ ما علاقة هذه الآيات باب الأسماء والصفات؟ ليس لها علاقة إطلاقا. فالحق أن نقول أنه لعله خطأ بعض النسخ أو هذا الأخ لعله أتى بنسخة من هنا أو من هنا، أو انتقل، ما ينتقل ذهن الناسخ أحيانا يكتب بعض الأشياء وانتهى الأمر. بعد هذا على الأرائك ينظرون. يا أخي بعد هذا
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم بعد هذا. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم هذا أربع أدلة. أربع أدلة في الرؤية. نعم بعد. وهذا الباب في كتاب. خلاص انتهى الحمد لله، لعله في آخر الآيات انتقل ذهن الناسخ وكتب هذه الآيات الأربعة. صحيح؟ يا أخوانا ما علاقة باب الرؤية رؤية المؤمنين لربهم هذا من الإيمان باليوم الآخر؟ ما يمكن ينكر هذا أحد، أنا أعرف. طب لماذا ما ذكر لك مثلا يعني بعض الأمور مما تكون يوم القيامة الشفاعة وكذا؟ لو يذكرها هنا لقلت ما الذي يعني جعل المؤلف يورد هذه الأدلة؟ صحيح رؤية المؤمنين لربهم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. لعل الأدلة هذه كان هذا موضعها، فنقول انتقل ذهن بعض النساخ من ذاك الباب إلى هذا الباب، وضع هذه الآيات فتنقل من هنا إلى هناك ويستقيم الكلام. بسم الله سبحان الله، ما يخطئ عندكم أحد؟ ما قضيت ما يخطئ. إذا ما الإشكال؟ إلى وجهة. ها أعطنا الوجه. إثبات أن لله سبحانه وتعالى ذات ترى. إثبات ذات يعني أنكره بعض. فتح الله عليك. إن صحيح هذا كلامه صحيح. من قال أنه أخطأ وخطأ بعض النساء؟ ما يخطئ عندكم أحد؟ الله أعلم. كل من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية. لماذا؟ لأنه هل يمكن أن يرى شيء بدون صفات؟ هذا عدم. فيلزم كل من أنكر الصفات أن ينكر الرؤية. وإذا كان إذا كنا نرى الله هذا معناه أن لله صفات، فالذي يثبت الرؤية يثبت الصفات، والذي ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار. من قال أنه أخطأ يا رجل؟ ولا داعي لذكر هذا الأمر. المؤلف رحمه الله تعالى أراد هذا. أدلة الرؤية في القرآن كم؟ ذكر أربع أدلة هنا. أربع أدلة تضيف إليها أدلة ثلاثة، يكون المجموع سبع أدلة. لكن أدلة الثلاثة أدلة عجيبة جدا، استدل بها أهل الباطل على ماذا؟ على عدم الرؤية. شيخ الإسلام رحمه الله قال لزاما عليه أن لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب الدليل عليه. يقول أي صاحب باطل يأتيني بأي دليل يستدل به على باطله فيقول ليلزمني أن أقلب هذا الدليل عليه. وهذا من توفيق الله، هذا ليس بجدي واجتهادي والله. فالتزم شيخ الإسلام أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا أقلب الدليل عليه. يقال الله عنه البخاري رحمه الله عندما دخل إلى العراق قال يدخل عليكم البخاري ولابد، وأنت تعرف الحرب على أهل السنة، فقال لابد أن تفسدوا على هذا الرجل حتى لا يقترب به الناس ويأخذ الطلاب ويأخذ كذا. فاختاروا عشرة منهم وقالوا كل واحد يحفظ لنا عشر أحاديث لكن يغير في الأسانيد مع متن الحديث. عندما جلس اجتمع الناس وجلس البخاري للتحديث، قام الأول وسأل عن الحديث الأول فقال البخاري لا أدري،
الثاني قال لا أدري. الثالث الرابع إلى عشرة حديث يقول لا أدري. الناس ضجوا قالوا هذا البخاري ما يعرف عشرة حديث ما أجاب عن حديث هذا من جهال. العلماء قالوا فطن الرجل فهم حتى انتهى الأول. فقال انتهيته؟ قال لا. قام الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع عشر. قال انتهيتهم؟ قال انتهينا. قال الحمد لله بدأ إلى الأول ذكر له الحديث الذي يعني مقلوب قال أبو علي البخاري وأرجع إلى أصل والثاني حتى أرجع المئة كاملة. فعرف الناس علم هذا الرجل. اليوم يقع مثل هذا. اي نعم الجهال لا يعرف ويبدا يتكلم بعض العلماء حتى يتكلم في هيئه كبار العلماء صحيح لكن العالم يعرف. طيب رؤيه المؤمنين لربهم ما هو معتقد اهل السنه والجماعه؟ معتقد اهل السنه والجماعه ان نفسا لن ترى الله حتى تموت وانه لا يمكن أن يرى الله إلا في عرصة يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. وقلنا خرج له وقال إن أنا ربك فبصق في وجهه قال اخسى عدو الله شيطان. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. الأدلة أربعة. نعم. يومئذ ناظرة من النظارة والحسن. هيئت هذه الوجوه نسأل الله من فضله. بعض العلماء قال يعني هذا من باب التحذير والتخويف أنه حري بمن أنكر الرؤية ألا يرى. أعظم نعيم أعظم وأكثر ما تشوق إليه المسلم رؤية رب العالمين نسأل الله من فضله. وجوه يومئذ ناظرة أي من النظارة الحسن إلى هنا فعل معد بإلى ما يمكن أن يكون إلا بالرؤية بصريح إلى ربها ناظر. هذا الدليل الأول. الثاني على الأرائك ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. للذين أحسن الحسنى الجنة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن نتعدى ما جاء عليه عليه الصلاة والسلام. رؤية المؤمن لربهم وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقلنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام برؤية المؤمن لربهم أربع أدلة. نضيف على هذه الأدلة من يعرف يعني. ثلاثة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. قال الشافعي رحمه الله إذا حجب أعداؤه رآه أولياءه. هذا الدليل الخامس. نعم. تحيتهم يوم يلقونهم السلام. نعم. لا ينظر بينهم ولا يزكيهم. نعم. بل هم بلقاء ربهم كريم. لا. لا تدركه الأبصار. كيف؟ هذا الدليل على عدم الرؤية. لا دليل على الرؤية لأن عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في سورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها سد الأفق أدركه؟ لا رأى. نعم. إذن عدم الإدراك يدل على الرؤية. هذا السادس. السابع لن تراني. عجيب. لن تراني احتج به أهل الباطن ومنهم الزمخشري يقولوا هذه لن الزمخشرية. لن تراني اسمع لو كانت الرؤية أمر ممتنع وباطل ولا يمكن لبين الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أعظم نعيم. لو كان هذا الأمر باطل لنهي عنه موسى عليه الصلاة والسلام كما في قصة نوح.
نوح عليه الصلاة والسلام عندما أنجاه الله سبحانه وتعالى قال وإن وعدك الحق، قال إني أعدك. إذن هنا سأل عن شيء محقق ولكن أسأل، لكن هنا عندما سأل موسى الرؤيا سأل عن أمر يتطلع وتشوق إليه كل مسلم، ولم يمكن الله سبحانه وتعالى هذا، لكن القوى البشرية في الدنيا لا يمكن أن ترى، وعلق الله سبحانه وتعالى الرؤيا على الوجود الجبل. إذن هذا دليل على الرؤيا لن تراني، مفهوم؟ ومن قال أنه لا لن هذه على التأبيد؟ سمخشري كلام باطل ولا شك في بطلانه، نعم، ولن يتمنوه أبدا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا لن زمخشري؟ نعم لن زمخشري، لكن ترد على الزمخشري. نعم قال وهذا الباب فيه. إذن أدلة عندنا سبعة، إذا قال لك قائل ما هي الأدلة، هناك بعض الأدلة أيضا تزيد على هذا، لكن أنت تعد سبعة أدلة تضيف على هذه الأدلة، كلا أنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون لن تراني لا تدركه الأبصار، هذه كلها دليل على الرؤية. قال وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، هذا الباب أي باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، بل لا تخلو منه آية حتى صاد وياسين وطه. نعم من تدبر القرآن، أفلا تدبرون القرآن؟ ذكر لك الأول التدبر والثاني القصد طالبا للهدى، تبين له هذا الطريق وآمن بتوحيد الأسماء والصفات. نعم من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أي يبين لي ولكم طريق الحق ويهدنا إلى هذا الطريق أي نسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.